بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إذن أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم في حصة أخيرة من حصص مراجعة النصف الثاني من دروس الدورة الثانية الخاصة بمادة التربية الإسلامية مسلك الجذع المشترك. وهذه الحصة إن شاء الله سنخصصها لتقويم كتابي. المجال المستهدف من خلال هذا التقويم هو المداخيل الخمس الأخيرة أو الدروس الأخيرة من مقرر مادة التربية الإسلامية، ونقصد بذلك المقطع الخامس والسادس من سورة الكهف: علم الله المطلق، نماذج للتأسي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعزة الإسلام، ثم فقه المعاملات المالية، مبادئ استثمار المال في الإسلام، ثم حق البيئة، الإصلاح وعدم الإفساد، ثم مدخل الحكمة ودرس الوصايا التسع. وكما تعلمون فامتحانات مادة التربية الإسلامية سواء فروض المراقبة المستمرة أو الامتحان الجياوي يبنى انطلاقا من وضعية تقويمية. إذن هذا الامتحان أو هذا الاختبار سوف يعني يبنى على هذه الوضعية التقويم التي هي أمامكم. نبدأ أولا بقراءة الوضعية. نظمت ثانويتك ندوة علمية في موضوع الابتلاءات والمصائب ودورها في حياة المسلم، انطلاقا من قوله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. فأثير على هامش الندوة نقاش حول قصة موسى والخضر وعلاقتها بالحديث النبوي. تدخل عمر قائلا: لا شك أن ما يقع من أوبئة ومصائب هي شرور خالصة لا يستفيد منها الإنسان، ولو أزيلت من حياتنا لكان أفضل. فعارضه أحمد قائلا: إن حكمة الله تقتضي أن الابتلاءات ليست شرا محضا، إلا ألا ترى أن الله تعالى ضرب لنا مثلا بما فعله الخضر من خرق السفينة وقتل الغلام، ورغم أنها بدت في نظر موسى عليه السلام شيئا منكرا، لكنها في حقيقتها هي الخير كله. إن علم الإنسان قاصر عن إدراك حكمة الله. أعقبت سلمى قائلة: فعلا فعلم الإنسان نسبي، أما علم الله فهو مطلق، وإذا ترسخت في قلب المؤمن هذه الحقيقة فسيؤثر ذلك على سلوكه بحيث يساهم في عمارة الأرض، فلا يغش في معاملاته المالية، ويقوم باستثمار ماله وفق المبادئ العادلة التي أوصى بها الإسلام، ويقتدي بالصحابة في أخلاقهم، ويعتني بنفسه وأهله وبيئته. إذن هذه هي الوضعية التقويمية، ودائما الوضعية التقويمية نقوم بتذييلها بمجموعة من الأسناد التي تساعد في الإجابة عن الأسئلة. السند الأول هو الآية 152 من سورة الأنعام التي تحتوي على أو تتضمن الوصايا التسع، فيقول تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، لا نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. السند الثاني هو حديث عبد الله بن مسعود الذي قال فيه: إن كان إسلام عمر لفتحا، وهجرته لنصرا، وإمارته رحمة، والله ما استطعنا أن نصلي بالبيت حتى أسلم عمر. والذي يقصده عبد الله بن مسعود بالبيت هنا هو المسجد الحرام. والله ما استطعنا أن نصلي بالبيت حتى أسلم عمر. الحديث مأخوذ من مجمع الزوائد للهيثمي وطبقات ابن سعد. ننتقل الآن إلى الأسئلة وسنقرأها ثم نحاول الإجابة على كل سؤال على حدة. نبدأ بالسؤال الأول، هو سؤال طبعا دائما يطرح، وهو: ما هي القضية التي تطرحها الوضعية؟ هو سؤال يعني يتغير
مدى فهمك للوضعية. السؤال الثاني هو سؤال اشرح ما يلي شرحا اصطلاحيا: علم الله المطلق، الاستثمار، البيئة. إذن ثلاث مصطلحات يجب أن نشرحها شرحا اصطلاحيا: علم الله المطلق، الاستثمار، البيئة. ننتقل إلى السؤال الثالث. قال أحمد: ألا ترى أن الله تعالى ضرب لنا مثلا بما فعله الخضر من خرق السفينة وقتل الغلام، ورغم أنها بدت في نظر موسى عليه السلام شيئا منكرا، لكنها في حقيقتها هي الخير كله. السؤال هو: استدل من سورة الكهف عن الحكمة من خرق السفينة وقتل الغلام. إذن المطلوب هو أن نستدل من سورة الكهف عن الآيات أو بالآيات التي يعني يذكر فيها الله تعالى الحكمة من خرق السفينة وقتل الغلام. ننتقل إلى السؤال الرابع. يعتبر البعض أن الهدف من الاستثمار هو تحقيق الربح بأي وسيلة كانت، شرعية أو غير شرعية. السؤال هو: ما رأيك في هذا الرأي، أو ما موقفك من هذا الرأي؟ علل جوابك. إذن تحديد الموقف مع التعليل. ننتقل إلى السؤال الخامس. تخرج من السند الأول، والسند الأول هو سورة الأنعام الآية 152 التي تتضمن الوصايا التسع. استخرج من السند الأول مطلوب الأحكام الشرعية التي تضمنها النص القرآني، مستنبطا منها القيم الشرعية المناسبة وفق الجدول الثاني. إذن نكتب هنا الجزء من الآية، ثم نستخلص الحكم الشرعي، ثم القيمة الشرعية. ننتقل إلى السؤال السادس. كان لإسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه دور كبير في نصرة الإسلام، إذن مطلوب عرف بعمر بن الخطاب بشكل مختصر، ثم من خلال السند الثاني أذكر موقفين لعمر تبين دوره في عزة الإسلام. فهنا سنستغل السند الثاني من أجل ذكر بعض المواقف التي تبين دور سيدنا عمر في عزة الإسلام. ننتقل إلى السؤال السابع. جاء في سياق الوضعية: فلا يغش في معاملاته المالية، ويقوم باستثمار ماله وفق المبادئ العادلة التي أوصى بها الإسلام. السؤال المطلوب هو أذكر أربعة من المبادئ التي ينبغي للمسلم اعتمادها في معاملاته المالية. ننتقل إلى السؤال ما قبل الأخير، السؤال الثامن. قارن بين سلوك ذي القرنين وسلوك عمر بن الخطاب رضي الله عنه في اتصافهما بقيمة العدل. إذن السؤال هو سؤال مقارنة. ثم السؤال الأخير، اقترح ضابطين من ضوابط حماية البيئة وعدم الإفساد. والآن سننتقل إلى الإجابة عن هذه الأسئلة، ونبدأ أولا بالوضعية التقويمية. كيف نتعامل مع الوضعية التقويمية؟ لاش كان الوضعية التقويمية تحتاج منا إلى دراسة وتحليل قبل أن نبدأ في الإجابة عن الأسئلة. بداية نقرأها مرة ثم مرتين، ثم نحاول التركيز على الكلمات المفاتيح. فهنا لاحظوا أن هذه الوضعية تتضمن يعني كلاما عن ندوة علمية في موضوع الابتلاءات والمصائب ودورها في حياة المسلم. وعلى إثر هذه الندوة وقع نقاش بين مجموعة من التلاميذ، وذكرت قضايا. إذن القضية الأساسية هي الابتلاءات والمصائب ودورها في حياة الإنسان المسلم. لكن على ضوء هذه القضية فهناك مجموعة من الأفكار التي تمت مناقشتها. فأولها أن الشر لا يستفيد من الإنسان. ثم ذكرت قصة موسى والخضر، واستدل بها أحمد على أن وراء كل شيء يقع في هذه الدنيا هناك حكمة إلهية من ذلك. ثم ذكرت سلمى بعض آثار الإيمان بقضية أن الله تعالى مطلق العلم وأن له حكمة، فذكرت أن هذه القضية تؤثر على سلوك الإنسان فيساهم في عمارة الأرض، ويساهم ذلك في استثمار المال بشكل مشروع، ويساهم ذلك كذلك بالاقتداء بالصحابة، ويساهم بالاعتناء بالنفس والأهل والبيئة. لاحظوا أن هناك مجموعة من القضايا، وعندما نريد أن نكتشف القضية الأساسية فينبغي أن نركز فقط على ما هو أساسي، ونغفل القضايا الثانوية.
السند الأول هو الآية 152 من سورة الأنعام. السند الثاني هو حديث يتعلق بعزة الإسلام بعد دخول عمر بن الخطاب. ونبدأ بالسؤال الأول، ما هي القضية التي تطرحها الوضعية؟ فكما قلنا هنا ينبغي أن نركز على القضية الأساسية التي تطرحها هذه الوضعية، وأن لا ننجر إلى التفصيل في القضايا الثانوية. فالقضية الأساسية التي تطرحها الوضعية يجب أن تصاغ على شكل جملة إلى جملتين، ويمكن أن أقترح عليكم هذا الجواب. إذن نقاش بين مجموعة من التلاميذ حول دوري وأثر الابتلاءات والمصائب في حياة الإنسان. السؤال الثاني وهو سؤال يتعلق بشرح بعض المفردات، وهذه المفردات هي المفاهيم التي تمت تطرق إليها في الدروس السابقة. فعلم الله المطلق والاستثمار والبيئة هي محاور مجموعة من الدروس السابقة. نبدأ بعلم الله المطلق. فعلم الله المطلق كما تعلمون يقصد به إحاطة علم الله بما كان وما هو كائن وما سيكون. ننتقل إلى الاستثمار، فالمقصود بالاستثمار هو توظيف المال الزائد عن الحاجة الضرورية في نشاط اقتصادي بغية الربح أو بهدف الربح. البيئة كما تعلمون هي ذلك المحيط الذي يعيش فيه الإنسان وما يحتويه من عناصر تؤثر فيه ويؤثر فيها. هذا بالنسبة للسؤال الثاني. بالنسبة للسؤال الثالث، قال أحمد: ألا ترى أن الله تعالى ضرب لنا مثلا بما فعله الخضر من خرق السفينة وقتل الغلام، ورغم أنها بدت في نظر موسى عليه السلام شيئا منكرا، لكنها في حقيقتها هي الخير كله. فالمطلوب منا هو أن نستدل من سورة الكهف على الحكمة من خرق السفينة وقتل الغلام. إذن هنا المطلوب هو أن نستظهر نصا شرعيا من هذه السورة يوافق المطلوب. فكما تعلمون المقطع الخامس بدأ بذكر مجموعة من الأحداث، وهي ثلاثة أحداث وقعت في الرحلة بين سيدنا الخضر وسيدنا موسى. وبعد ذلك ذكر الله تعالى أو ذكر الخضر الحكمة من هذه التصرفات التي فعلها. فالنص المطلوب هو قوله تعالى: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أنا بأن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. إذن هذا هو النص الذي يذكر فيه سيدنا الخضر الحكمة من خرق السفينة، فالسفينة كانت لمساكين وأراد أن يعيبها حتى لا يأخذها ذلك الملك الظالم. أما الغلام فقد سبق في علم الله تعالى أنه سوف يرهق أبويهما بالكفر وبالطغيان، فبالتالي أراد الله تعالى أن يبدلهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. ننتقل إلى السؤال الرابع. السؤال الرابع يقول: يعتبر البعض أن الهدف من الاستثمار هو تحقيق الربح بأية وسيلة كانت شرعية أو غير شرعية، ما رأيك؟ علل جوابك. إذن سبق معنا في مراجعة الدروس أن تطرقنا إلى هذه المهارة، وهي مهارة تحديد الموقف مع التعليل، وقلنا أن الموقف الذي ينبغي أن تتبناه هو موقف الإسلام من القضية المطروحة أو الرأي المطروح. وبالنسبة للتعليل فينبغي لك أن تبين مدى انسجام ومدى توافق هذا الرأي مع تعاليم الشريعة الإسلامية، ثم تعزز وتؤيد رأيك بما لديك من تعلمات. وإن كنت غير موافق فلا بد أنك تحتاج إلى مدى، تحتاج إلى انتقاد هذا الرأي وذكر البدائل والحلول والمقترحات الشرعية. إذن لاحظوا أن هذا الرأي يقول أن الهدف هو تحقيق الربح بأي وسيلة كانت شرعية أو غير شرعية. طبعاً فيتضح أن هذا الرأي مجانب للصواب ومجانب وغير موافق لتعاليم الشريعة الإسلامية. فيمكن أن نذكر مثلاً: أنا لا أتفق مع الرأي القائل، وهنا نعيد صياغة الرأي،
أنا لا أتفق مع الرأي القائل بأن الهدف من الاستثمار هو تحقيق الربح بأي وسيلة كانت. فصيلة، لأنه هنا سنبدأ في التعليل، وكما قلنا سابقا التعليل ينطلق من ذكر مدى انسجام هذا الرأي مع تعاليم الشريعة الإسلامية أو مع منظور الإسلامي عموما. إذن لأنه يتعارض مع تعاليم الشريعة الإسلامية التي تحث، إذن نقدم البديل، التي تحث على أن الاستثمار ينبغي أن ينطلق من مجموعة من المبادئ أهمها المبادئ الأخلاقية. إذن اللي نطلب منه هنا يعني ما يجب أن نركز عليه هو المبادئ الأخلاقية كالصدق والوفاء والقسط وعدم الغش، والتي تؤكد، إذن هنا نحاول أن ندعم موقفنا وتعليلنا بشيء آخر، والتي تؤكد على أن الاستثمار ليس غاية في حد ذاته، بل هو وسيلة للوصول للنفع الحلال وتحقيق مرضاة الله تعالى. إذن هذا فقط مقترح الجواب، وإلا فالإجابة عن هذه الأسئلة، سؤال التعليل عن موقف معين، يحتاج منك إلى تبيين مدى موافقته أو مخالفته لتعاليم الشريعة الإسلامية. ننتقل إلى السؤال الخامس، والسؤال الخامس ينطلق من السند الأول، إذا استخرج من السند الأول أحكام الشرعية التي تضمنتها أو تضمنها النص القرآني مستنبطا منها القيم الشرعية وفق الجدول. إذا الجدول نذكر فيه جزء من الآية ثم الحكم الشرعي ثم القيمة. نبدأ بالجزء الأول، ولا تقربوا مال اليتيم. إذا الوصية هي أن لا يقرب الإنسان مال اليتيم. ما هو الحكم الشرعي الذي نستخلصه؟ أولا قبل أن نجيب عن هذا السؤال يجب أن نفرق بين الحكم الشرعي وبين القيمة. فعندما نتحدث عن حكم شرعي فنحن نتحدث عن صفة لفعل الإنسان، نأخذ فعل الإنسان ونربطه بصفة معينة تبين لنا هل هذا الفعل جائز أم غير جائز. فنقول مثلا في الحكم الشرعي وجوب كذا، وجوب الصلاة مثلا، أو تحريم مثلا شرب الخمر، هذا حكم شرعي. فالحكم الشرعي هو صفة ملازمة لفعل الإنسان. أما عندما نتحدث عن القيمة فالقيمة ليست هي الحكم الشرعي، القيمة هي مبادئ وتصورات ينطلق منها الإنسان من أجل ماذا؟ من أجل أن يفعل تصرفات وسلوكات جيدة. فالقيم الشرعية ليست هي سلوكات وليست هي أفعال، إنما هي مبادئ وتصورات. فعندما نقول مثلا قيمة مثلا الوفاء، فقيمة الوفاء هي قيمة ينطلق من الإنسان، وهذه القيمة لا تسمى شرعية إلا إذا أدت إلى سلوك إيجابي، وهذا السلوك يكون موافقاً لتعاليم الشريعة الإسلامية. أعيد، القيمة لا تسمى قيمة شرعية إلا إذا أثرت في نفس الإنسان وأدت به إلى فعل سلوك إيجابي. إذن بالنسبة للجزء الأول من الآية، فالحكم الشرعي هو إما تحريم إما وجوب. لا تقربوا مال اليتيم، إذن تحريم ماذا؟ تحريم أكل مال اليتيم. والقيمة الشرعية، القيمة الشرعية هنا نتحدث عن قيمة الأمانة، قيمة الأمانة. الجزء الثاني من الآية، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. إذن لاحظوا أن الله تعالى يوجب علينا أن نوفي الكيل والميزان وأن نقسط في ذلك. في الحكم الشرعي مثلا هو تحريم الغش في الميزان أو وجوب القسط في المعاملات التجارية. وقيمة القيمة الشرعية هي قيمة العدل والقسط. ننتقل إلى الجزء الثالث من الآية، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. إذن هنا نتحدث عن وصية التي تتعلق بشهادة الزور وبقول الحق. إذن فالحكم الشرعي هو تحريم شهادة الزور أو وجوب قول الحق ولو كان على القريب. مثلا وجوب قول الحق وتحريم شهادة الزور. القيمة الشرعية التي يمكن أن نستخلصها من خلال هذه الآية هي قيمة الصدق. ننتقل إلى آخر جزء من هذه الآية، وهو وبعهد الله أوفوا. وبعهد الله أوفوا، إذن الحكم الشرعي يتعلق بالوفاء بالعهد. إذن نقول مثلا في الحكم الشرعي وجوب الوفاء بالعهد، والقيمة الشرعية هي قيمة الوفاء. إذا ننتقل إلى السؤال السادس عفوا، وهو
سؤال يتعلق بشخصية سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. السؤال يقول: كان لإسلام عمر دور كبير في نصرة الإسلام. المطلوب أولا هو التعريف بعمر بن الخطاب، فكما سبق معنا سابقا في مراجعة الدروس ذكرنا مجموعة من المعطيات والمعلومات التي تفيدنا في التعرف عن هذه الشخصية المهمة التي تسمى الفاروق، والتي إن ذكرت يذكر معها العدل والثبات على الحق، ويذكر معها كذلك حتى التواضع الذي لا نجد له مثيلا. إذن نذكر مثلا الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، صحابي جليل، أحد المبشرين بالجنة، وثاني الخلفاء الراشدين، عرف بثباته على الحق وشدته في الدفاع عنه. كان لدخوله في الإسلام في السنة السادسة من البعثة أثر كبير في عزة ونصرة الإسلام. إذن هذا مقترح للجواب. السؤال الثاني: من خلال السند الثاني أذكر موقفين لعمر تبين دوره في عزة الإسلام. نعود إلى السند الثاني. إذن السند الثاني هو حديث عبد الله بن مسعود: إن كان إسلام عمر لفتحاً وهجرته لنصراً وإمارته رحمة، والله ما استطعنا أن نصلي بالبيت حتى أسلم عمر. إذن عدنا: والله ما استطعنا أن نصلي بالبيت حتى أسلم عمر. وكذلك: إن كان إسلام عمر لفتحاً وهجرته لنصراً. إذا يمكن أن نأخذ مثلا هذا المقطع من الحديث ونستخلص منه موقفا، وهو أن سيدنا عمر عندما دخل إلى الإسلام استطاع المسلمون لأول مرة أن يصلوا في البيت الحرام، وهجرته لنصرا هنا يذكر هذا بالموقف الذي قام به سيدنا عمر عندما أراد الهجرة إلى المدينة المنورة، عندما جهر برغبته في الهجرة. إذن يمكن أن نقترح مثلا هذا الجواب من خلال السند الثاني. يمكن أن نذكر الموقف الأول: دخول عمر بن الخطاب للإسلام مكن المسلمين المستضعفين من إعلان إسلامهم. الموقف الثاني: إعلانه الهجرة المنورة، إعلانه الهجرة للمدينة المنورة أمام مرأى ومسمع زعماء قريش. ننتقل إلى السؤال السابع: جاء في سياق الوضعية: فلا يغش في معاملاته المالية، ويقوم باستثمار ماله وفق المبادئ العادلة التي أوصى بها الإسلام. المطلوب هو أن نذكر أربعة مبادئ ينبغي للمسلم أن يتحلى بها في معاملته المالية. وكما سبق معنا في مراجعتنا للدروس، فهناك مجموعة من المبادئ التي تؤطر الاستثمار في الإسلام، منها ما هو عقدي، منها ما هو أخلاقي، منها ما هو اجتماعي، ومنها ما هو اقتصادي، فنذكر بعضها فقط. فيمكن أن نجيب عن هذا السؤال على الشكل التالي: من المبادئ التي يعتمد المسلم المستثمر عليها المبادئ الاعتقادية، ونذكر مثلا مبدأ من هذه المبادئ نمثل به: بأن يعتقد المسلم يعني المستثمر أن المال مال الله وهو مجرد مستخلف فيه. إذن هذه قضية. ثم المبدأ الثاني هو المبادئ الأخلاقية، ونأخذ مثلا بأن يتحلى بالصدق والوفاء والقسط وعدم الغش. المبادئ الاقتصادية: بأن يعتمد على مثلا التخطيط، دراسة الجدوى، بناء التوقعات وقياس النتائج. والمبادئ الاجتماعية: بأن يهدف من خلال استثماراته تحقيق العدالة الاقتصادية وتحقيق التكافل والتضامن. إذن هذه أمثلة للإجابات الممكنة. ننتقل إلى السؤال ما قبل الأخير، وهو سؤال يتعلق بمهارة مهمة جدا، هي مهارة المقارنة. قارن بين سلوك ذي القرنين وسلوك عمر بن الخطاب رضي الله عنه في اتصافهما بقيمة العدل. وهذا السؤال الذي يتعلق بالمقارنة يتطلب منك عزيزي التلميذ أن تكون ملما بكيفية الإجابة عن مثل هذه الأسئلة. فسؤال المقارنة يفرض أن نبدأ أولا من تحليل سلوك كل طرف.
إذا نبدأ أولا بتحليل سلوك كل طرف. ماذا نقصد بتحليل سلوك كل طرف؟ بأن نذكر معطيات متعلقة بسلوك الطرف الأول ومعطيات متعلقة بسلوك الطرف الثاني. هذه المعطيات التي سنذكرها ينبغي أن تكون مرتبطة بالموضوع المقارنة اللي هو قيمة العدل. فنذكر من سلوك سيدنا من سلوك ذي القرنين نذكر بعض المعطيات التي تبين اتصافه بهذه القيمة قيمة العدل أو عدم اتصافه بهذه القيمة. وكذلك سلوك عمر بن الخطاب نذكر منه ما يتعلق بهذه القيمة. ثم بعد تحليل السلوك الأول وتحليل السلوك الثاني نخلص إلى خلاصة المقارنة، وهذه الخلاصة إما أن تكون تشابه التام أو الاختلاف التام. نبدأ بسلوك مثلا ذي القرنين. تميز سلوك ذي القرنين من خلال سورة الكهف بحرص شديد على تحقيق القسط والإنصاف، حيث حكم في الأقوام التي وصل إليها في رحلاته إلى المشرق وإلى المغرب وإلى السدين بالعدل. قال تعالى، يمكن أن نستشهد بنص شرعي، قال: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى. إذن ننتقل إلى الجزء الثاني من الجواب وهو تحليل السلوك الثاني. كما اتصف سيدنا عمر بن الخطاب بنفس القيمة، هنا يجب أن نذكر بعض المعطيات، عندما أصبح خليفة للمسلمين بعد أبي بكر الصديق، وهذا ما جعله ينام بدون حراس يحرسونه. وهنا نخلص إلى نتيجة المقارنة التي هي التشابه بين هذين السلوكين فيما يتعلق بقيمة العدل. نقول مثلا: من خلال ما سبق يتضح أن سلوك ذي القرنين يتشابه تماما مع سلوك سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في التحلي بقيمة العدل. ننتقل إلى السؤال الأخير. السؤال الأخير هو أن نقترح ضابطين من ضوابط حماية البيئة وعدم إفسادها، وكما مر معنا سابقا فهناك مجموعة من الضوابط يمكن أن نأخذ منها مثلا ونجيب على الشكل التالي: تتعدد الضوابط التي ينبغي للمسلم اعتمادها تجاه البيئة، وأذكر منها تجنب كل أشكال التلوث البيئي، واعتماد مبدأ التوسط والاعتدال في استغلال الثروات الطبيعية بما لا يضر بمصلحة الأجيال القادمة. إلى هذا الحد أستودعكم في رعاية الله، وإلى لقاء مرة أخرى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.